احنا في بس عندنا بالمجتمع خاصة المجتمع التقليدي المشرقي يعني. بس إذا قال لك واحد يقول لك عن الأنا تبعه، بس مجرد يقول لك الأنا يقول لك أعوذ بالله من كلمة أنا مثلا، يعني أول كلمة بيحكيها هي بيحبطك يعني. في سياسة هون هدف إنه عندهم ما في احترام للفرد أو لقوة الأنا أو النرجسية أو الثقة بالذات، مع إنه أي إنسان إذا بدك تسوي مشروع أول علامة إنه يجب أن لا يخاف وعنده ثقة شديدة بالذات تبعه حتى بينجح مشروعه. بس صار عنده خوف أو خجل أو تلكع بأي شيء ما راح يتقدم ولا خطوة. كانوا هدفهم هو بيحطموا الفرد يعني من البداية، مع إنه فلسفة نيتشه قائمة على يعني الفلسفة كلها قائمة على كلمة السوبرمان، يعني الفكر النيتشوي يعني تمجيد كلمة الأنا والذات، يعني تمجيد الثقة بالذات. ففي إشكاليات أو في تباينات بين ثقافات متعددة، ممكن الثقافة المشرقية ثقافة الحاضر الأوروبية مثلا، حتى بهاي المفاهيم البسيطة. وأنا ما كنت دائما بنظر إلا أني يجب أن أمجد أو أعلي من شأن الذات تبعي، وما أقول أن أذهب إلى لوحة ولا خادم أو عبد مثلا، ما بيجوز. يجب أن أكون فارسا وفارسا نبيلا أمام هذه اللوحة حتى أتحكم بأدواتها. يجب أن أكون قائدا حتى أتحكم بالرياش بالألوان بالموضوع بالأشياء.